أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى لعن الله الظالمين لكم سعادتي من الأولين والآخرين. عليك وعلى أختك الحوراء زينب عطشان مظلوم يا غريب كربلاء، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. فيا ليتنا يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أروحك تصعد من الأرض للفردوس والحور سجد. ورأسك ورأسك على القناة بآية أهل الكهف راح يرددون. وصدرك يا أبا عبد الله أي يوم هذا؟ يوم العاشر من المحرم. وصدرك أم مستودع العلم والحجة؟ يا لتحطيمه جيش من الجهل. وقد نصب الوحي العزاء ببيته عليك ثلاثا، والمعزى محمد وشاطرت الأرض السماء بشجوها. فواحدة تبكي وأخرى تعاني. وأي شهيد وأي شهيد داس
نفست الخيل صدره، وأي شهيد أصلت الشمس جسمه، ومشهدها من نوره يتوايا وأي ذبيح داست الخيل صدره، وفرسانها من اسمه تتجمد، فلو علمت تلك الخيول كأهلها بأن الذي تحت السنابك أحمد لثارت على فرسانها وتمردت عليها كما ثاروا بها وتمردوا. هذا يوم الحسين لا ينسى، هذا يوم الحسين يبقى في ذاكرة الدهر، هذا يوم عظيم على فاطمة. الله يرحم الملا ابن فايز يأتي إلى هذا المعنى، يخاطب الزهراء في هذا اليوم، يقلها نوحي على الأولاد يا زهرة الحزين، لا واحد واحد بالمدينة، وتفرقوا عنك وصار الشمل تبديد، واحد من جعيد قضايا واحد من يزيد، واحد فن عندك أو واحد عنك بعيد، قبر الحسين يميش أو قبر حسين وانا يلا، كأني بفاطمة هي التي تخاطبكم في مثل هذا اليوم، دهر رمان بالرزايا بكل غالي، أو شتت ولادي عن يمين وعن شمالي، وأنا ما أشوف ساعة من الحزن مرتاح بالي، والله يا حسين وأنا اللي يسعى عدني على حسين. بعد يا فاطمة تقلكم لا تحسبوني للرضا في طوص ما جئت، ولا إلى بغداد ما رحت وتعنيت، كلهم عليهم نوحت والجيب شقيت، لبعيد منهم والذي مني قريبين. بعد يا فاطمة عندك يا أخبار؟ نعم، تقلكم منهم بسامرة أو منهم في خراسان، منهم برض طيبة أو منهم برض كوفة، أنا وصعى وصعب علي مصيبة المن ذبح عطشان، والله يا حسين يا ابني او يا عزيز وقرة العين، كأني بفاطمة تخاطب احبتها، تقلكم وين اللي ساعدني يا شيعة على ابن حسين واطفاله ورضيعة
والله وين اللي يساعدني بدمعته على ابن الذي حز ورقبته. والله ظلت ثلاثة ايام جثته اولاه يا ابن الما حضرته. إنا لله وإنا إليه راجعون لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. في الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام يقول: من بكى على جدي الحسين وخرجت من عينه دمعة ولو بمثقال جناح ذبابة غفر الله له بها ذنوبه ولو كانت أكثر من زبد البحر. رواية الإمام الرضا عليه السلام يخاطب ابن شبيب يقول: يا ابن شبيب، إن كنت باكيا لشيء فابكي لجدي الحسين. البكاء على الحسين ليست مسألة بهذا الفراغ الذي يتصوره أحياناً الغريب عن واقعنا، إنما البكاء على الحسين هو ضمن المنهجية الفكرية للإمام الحسين وضمن منهجية الثورة لسيد الشهداء، لأن الارتباط العاطفي إذا كان موجوداً إلى جنب الارتباط الفكري والارتباط الثوروي يشد قوة الثورة ويشد قوة الفكر، ويصبح الأتباع الذين ارتبطوا عاطفيا بقائدهم أو بسيدهم أو بنبيهم أو بإمامهم أو حتى على مساحة الدنيا بزعيمهم، يصبح هذا الارتباط ارتباطا وثيقا لا تهزه ضربات الأيام. فلذا أكد أهل البيت على قضية البكاء، لأن البكاء بحد ذاته هو ثورة إنسانية كبرى، وقد استعملها الأنبياء واستعملها الأولياء. فهذا يعقوب بكى على يوسف سنوات عديدة حتى بيضت عيناه، يعني أصيب بالعمى حتى بيضت عيناه من الحزن، فهو كظيم. وكذلك آدم استعمل البكاء وبكى وعرف من البكائين، وكذلك النبي المصطفى صلى الله عليه وآله في يوم ميلاد الحسين بكى، وكذلك فاطمة الزهراء بكت وأنت على أبيها ليالي وأيام حتى ضج أهل المدينة من بكائها. وهذا الوقت لا يسع لشرح هذه العبارة، أنه ما معنى ضج أهل المدينة؟ ليس من صوتها، إنما من أثر قوة البكاء ضجوا من بكائها، وإلا صوت الزهراء إذا بكت في بيتها لا يصل إلى المدينة. إنما المقصود بالرواية أثر البكاء، لذا البكاء فيه أثر، فيه أثر ثوروي، أثر علمي، أثر فكري، أثر ارتباطي حقيقي، لذا أكد عليه أهل البيت عليهم السلام. فقال الإمام الرضا: يا ابن شبيب، إذا كنت باكيا لشيء فابكي لجدي الحسين. وقال: يا ابن شبيب، إذا أردت أن تكون مع النبي المصطفى وأهل بيته في الغرف العالية في الجنة فقل: متى ذكر الحسين يا ليتني كنت معك فأفوز فوزا عظيما. وكذلك مئات النصوص التي وردت بفضل هذه الدمعة على سيد الشهداء أبي عبد الله، حتى اليوم يوم العاشر اذكروا هذا المعنى. اليوم تشربون الماء في الطرقات، في المسيرات، في البيوت، إذا شربتم الماء أذكر الحسين في هذا اليوم. السلام عليك يا أبا عبد الله، لعن الله من ظلمك يا أبا عبد الله، هذه أجرها وثوابها لا يعلمه إلا الله. دخل رجل إلى الإمام الصادق قال: سيدي، يريد أن يسأله مسألة. فوجد الإمام الصادق يصلي، فانتظر حتى انتهى الإمام من صلاته فوجد الرجل قلة ماء فشرب، ثم قال: السلام عليك يا أبا عبد الله. انفتل إليه الإمام وقال له: يا هذا، أتأخذ أجر صلاتي وتعطيني أجر هذه الكلمة؟ إذن قضية الحسين والارتباط بالحسين وربط أعمالنا بالحسين قضية جعل نهجها أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم. ولذا كل الأئمة كان إذا هل هلال المحرم لا يرى وجه إمام ضاحكة، وإذا جاء يوم العاشر يقول: كان ذلك اليوم
يوم مصيبته، كان ذلك اليوم يوم مصيبته ويوم حزنه ويوم ألمه ويوم بكائه ويوم نصب العزاء. لذا في مثل هذا اليوم دعا الإمام الرضا عليه السلام دعبل بن علي الخزاعي وقال أسمعني بجدي الحسين شعرا، فصار دعبل يقرأ: أفاطم لو خلت الحسين مجدلا، وقد مات عطشانا بشط فراتي، إذن للطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين في الوجنات. أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي نجوم سماوات بأرض فلاتي. ولذا في هذا اليوم جهز الحسين بأبي وأمي جنده وأصحابه وأهل بيته وحمى الخيام، وابتدأ عسكر عمر بن سعد يميل يمينا ويسارا لينقض على مخيم الحسين، فكان الجميع لا يتجرؤون إلى أن قام عمر بن سعد على فرسه وأخذ سهما وضعه في بطن قوسه ورماه إلى مخيم الحسين ونادى: أيها الناس اشهدوا لي عند الأمير أني أول من رمى. فلم يبقى أحد في معسكره إلا ورمى سهما باتجاه معسكر الحسين، فلم يبقى أحد إلا وأصابه سهم من تلك السهام. فقال الحسين عليه السلام لأصحابه ولأهل بيته: قوموا رحمكم الله، قوموا فهذه رسل القوم إليكم، قوموا إلى الموت الذي لا بد منه. وبدأ يجهز الأصحاب وبني هاشم، فبدأ بنو هاشم والأصحاب يتقدمون على بعضهم بالقتال. يعني الأصحاب قالوا: أبا عبد الله نحن نفديك بأنفسنا قبل أهل بيتك، وأنتم قرت عيونكم يا بني هاشم. وبنو هاشم قالوا: لا، نحن نتقدم والمسألة مسألتنا، فإذا استشهدنا أنتم تنصرون إمامكم الحسين. ورحمة الله على الشاعر عندما يأتي إلى هذا المعنى يقول له: هتف عباس وحده وصار الجدال، وآل هاشم قالوا وعلينا النزال، والأصحاب اتناخت وقالت محال، بالأرواح احنا الذي نفديلها. وآل هاشم قالت علينا النزال، والأبطال تهولها غير الأبطال، وإحنا الذي ننهض بالحمول الثقال، والكلافة للكلافة تشيلها. قالت الأصحاب ذل على الإنصار، لو بدت هاشم نقص ونصير عار، ليش طلقنا النسا وعفنا الديار، نريد حق أهل المجد نوفيلها، والله نريد حق أهل المجد نوفيلها. عند ذلك وقع هذا النزاع، فتوجهوا إلى الحسين: من يبدأ؟ أبا عبد الله. فقال أصحابي، فبدأ أصحاب الحسين واحدا تلو الآخر، وكل من كان يسقط على الأرض كان يمشي الحسين نحوه وينزل عنده ويقرأ عند رأسه، ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، إلى أن سقط حبيب ومسلم بن عوسجة وزهير بن القين وبرير ونافع وأصحاب الحسين جميعا، ولم يبقى إلا أهل بيته. فبدأ أخوة الحسين بالبراز واحد تلو الآخر، إلى أن بقي الحسين وحيدا فريدا، ليس معه إلا قمر بني هاشم أبو الفضل العباس. اعتلى صوت النساء والبنات من الخيام، العطش العطش. فقال الحسين لأخيه: أخي أبا الفضل، خذ قربة الماء وامضي إلى المشرعة واملأ الماء وعد إلى المخيم. برز العباس إلى المشرعة وهو يقاتل قتالا عنيفا، حتى كشف الجيش عن المشرعة، نزل إلى الماء
فلما أحس ببرودة الماء اغترف غرفا ليشرب، ثم رمى الماء من يديه وقال: يا نفس من بعد الحسين هوني، وبعده لا كنت أو تكوني، أتشربين بارد المعين؟ هذا حسين وارد المنون، والله ما هذا فعال ديني ولا فعال صادق اليقين. ملأ القربة وضعها على ظهره وركب صهوة فرسه، فاحتوشوه من كل جانب. نادى عمر بن سعد: يا قوم، إذا أوصل العباس الماء إلى المخيم وشرب الحسين لا يبقي منكم ديارا، احبسوه واحملوا عليه حملة رجل واحد. فبدأ يقاتلهم وقد احتوشوه من كل جانب، حتى ضربه لعين على يمينه فبراها، أخذ السيف بيساره وجعل يقاتل وهو يقول: والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين، نجل النبي الطاهر الأمين. ثم صار يقاتلهم بيساره قتالا عنيفا، إلى أن ضربه لعين من القوم على يساره فقطعها، نزل السيف على الأرض، صار ينادي: قد قطعوا ببغيهم يساري، فصلهم يا رب حر النار. وفكر أن القرب على ظهره يوصلها إلى المخيم، وإذا به وصل إلى جنب نخلة، فرماه لعين بساهم أصاب القربة فأريق منها الماء. أحس العباس ببرودة الماء على ظهره وقف متحير: أيا مؤمن، هذه حيرة ما بعدها حيرة، لا يدين فيقاتل ولا ماء فيصل إلى المخيم، ماذا يصنع؟ بينما هو كذلك آجركم الله، وإذا بلعين كمن له خلف نخلة وضربه بعمود الحديد على رأسه. أي رحم الله من نادى وعباسا وسيدا. سقط العباس من على متن الجواد إلى الأرض ونادى: سيدي أبا عبد الله، عليك مني السلام. أقبل الحسين كالصقر المنقض وشد شدة الليث المغضب، حتى وصل إلى مصرع أخيه، رآه بأي حال: مقطوع اليدين، مفضوخ الهامة، القربة ممزقة، والراية على الأرض. نزل عنده قل: يا خويا أبو الفضيل، في وين الجفوف؟ قل: يا خويا تقطعن ما بين الصفوف، دمي على عيني جمد يا خويا ما شوف، غسل دمومي يا بقيه يتقال هاشم. يجاوبه الحسين قال: يا خويا لغسله بدمي دمومك، والله تمنيت كان لها الحريم الله يدومك، لكن يا خويا بهالارض يومي ويومك، والضيع من بعدي وبعدك هالحرايم، تخسر على عضيدي ويدعو وصعد انفاس، يا جمرة الكون الذي ما قطت الداس، ظهري تراه انكسار من فقدك يا عباس، طاح العلم وتفل الآيات من العزاين. أراد الحسين حمله إلى المخيم، رفض العباس، يقل عزايا يا أيام
يشيل للمخيم قال ما روح خويا ما روح ما روح خلني على الشاطئ عالش طلعت الروح والله ما قدر اروح للخيم وانظر زهنب تنوح وانظر دمع سكن على الخد ساجين عند ذلك تركه الحسين ووضع رأسه في حجره وإذا بالعباس مد رجليه وأغمض عينه وشهق شهقة الموت آجركم الله وفارقت روحه الطاهرة صار الحسين ينادي وعباسا وأخاه وحبيبا ثم عاد الحسين إلى المخيم يكفكف دموعه بكم بكمه وصلت زينب تنظر إليه من على باب الخيمة أبا عبد الله أراك رجعت منفردا أقبل الحسين إلى خيمة العباس أخذ عمود الخيمة وقعت الخيمة على الأرض يعني يا بنات رسول الله صاحب الخيمة راح راع الخيمة قتل فهمت زينب إشارة الحسين قامت تحت التراب على رأسها وتنادي وأخا وعباسا وأرادت أن تمشي نحو ساحة المعركة ردها الحسين أخي زينب إلى أين والله تقل أنا رايح العباس أشوفه وهكذا حتى انقضى جميع من في مخيم الحسين لم يبقى أحد ولما أيس الحسين من هداية القوم صمم على القتال وقف بباب المخيم وصار ينادي ألا من يقدم لي جوادي وأنا ابن رسول الله ألا من يستقبلني بلامة حربي وأنا ابن أمير المؤمنين ألا من يقدم لي جوادي ألا من يستقبلني بلامة حربي مخيم الحسين ما عاد فيه رجال سوى الإمام زين العابدين وهو مريض خرجت عليه زينب وهي تقول أخي لمن تنادي طرحت فؤادي إذا كنت تدعو صحبك فها هم راقدون قد صرعهم ريب المنون والدهر الخؤون ولا يوجد في مخيمنا سوى نساء وأطفال وربات الحجال والحسين واقف ينتظر فرسه دخلت زينب بنفسها وضعت اللجام في فم الفرس وقبضت بإحدى يديها الشكيمة وبالأخرى السنان وأقبلت تقوده وهي تقول ما أجلدني وما أقصى قلبي أي أخت تقول إلى أخيها جواد الموت جواد المنية والحسين واقف قالت زينب نادت بالنساء يا نساء بني هاشم قوموا إلى التوديع إن أخي دعا بجواده إن الفراق طويل فخرجنا ربات الحجال حواسرا وغدا لها حول الحسين عويل هذه تقبل الحسين وهذه تتعلق بركاب الحسين وهذه تقبل يد الحسين وتلك تنادي إلى أين يا حمانا إلى أين يا رجانا من لنا بعدك أبا عبد الله وهكذا الحسين ودع الجميع وركب صهوة جواده وقلبه عند عائلته وإذا بسكين قالت أبا وكأنك استسلمت للموت قال بني وكيف لا يستسلم للموت من لا ناصر له ولا معين قالت أبا إذا ردنا إلى حرم جدنا رسول الله قال هيهات يا بنتا لو ترك القطر لغفى ونام قالت أبا
إذن إلي حاجة. قال ما حاجتك يا سكينة؟ قالت حاجتي أن تنزل من على ظهر الجواد. نزل الحسين من على ظهر الجواد. قالت أبا حاجتي أن تجلس على وجه الأرض. جلس الحسين على وجه الأرض. جلست بقربه أخذت بيده وضعتها على رأسها وقالت أبا امسح على رأسي كما يمسح على رأس اليتيم، لأن بعد ساعة لا أجد من يمسح على رأسي، لأن بعد ساعة لا أجد من يرحمني. صار الحسين يصبرها ويقول لها سيطول بعدي يا سكينة، فاعلمي منك البكاء إذا الحمام دهاني. لا تحرقي قلبي بدمعك حسرة ما دام من الروح في جثماني، فإذا قتلت فأنت أولى بالذي تأتينه يا خيرة النسوان. وركب الحسين صهوة جواده وهي تقول لأبيها تقول لي يا ابويا حسين لا تخفي علي اهي روحتك لو بعد جاية، يعني ترجع لو ما ترجع. والحسين يريد ان ينطلق ولكن قلبه عند العائلة، واذا بزينب نظرت اليه قالت اخي ابا عبد الله انا عندي حاجة. قال ما حاجتك يا أختاه؟ قالت حاجتي أن تنزل من على ظهر جوادك. كأن النساء لا يردن الحسين أن ينطلق. نزل الحسين قالت أخي فك لي أزرار درعك. فك الحسين أزرار درعه فأقبلت قالت أخي فك لي قميصك يعني اكشف لي عن صدرك. فك الحسين وكشف عن صدره. أقبلت زينب تشمه في صدره تقبله في نحره، ثم توجهت نحو المدينة ونادت يا أمه يا زهراء لقد استرجعت الوديعة. قال الحسين أخي زينب وما الوديعة؟ قالت أخي أعلم لما دنت الوفاة من أمنا فاطمة دعتني إليها، قبلتني في نحري وشمتني في صدري وقالت بني زينب هذه وديعتي عندك، إذا رأيت أخاك الحسين وحيدا فريدا قبليه في نحره لأنه موضع السيوف، وشميه في صدره لأنه موضع حوافر الخيل. لذا زينب تخاطب أمها من كربلاء اتكلها يم حسن يم تعالي دشوف في كربلاء سوت بحالي. جاوبها أمها الزهراء تقلها يمك يا زينب مو بعيدة، أنا شفت حسين من حزة وريدة وإمامه وحسينا. ثم زينب صارت تقبل الحسين وقالت أخي أبا عبد الله هذه وصية أمنا فاطمة الزهراء. عند ذلك ودعها الحسين وأخذ وركب صهوة فرسه وانطلق نحو الميدان. يقول الراوي كان إذا شد فيهم فروا من بين يديه كالمعزى إذا شد فيها الليل. فحمل الحملة الأولى على الميمنة حتى كشف الجيش عن آخره وهو يقاتل ويقول أنا الحسين بن علي آليت ألا أنثني، أحمي عيالات أبي أمضي على دين النبي. ثم رجع إلى معسكره وأخذ حملة من على الميسرة حتى كشفهم وأبعدهم. وأبدى الحسين في ذلك اليوم شجاعة صارت تضرب الأمثال بشجاعة أبي عبد الله الحسين، إلى أن
جعل يقاتل ويعود للحسين في يوم عاشوراء ثلاث حملات إلى أن أفنى منهم مقتل عظيمة. نادى عمر بن سعد: ويلكم ما تنتظرون بالرجل حتى يفنيكم جميعا، احملوا عليه حملة رجل واحد ولا تدعوا له مكانا للفرار. فهجموا على الحسين حملة رجل واحد، والحسين يضربهم يمينا يسارا وهو يرتجز ويقول: أنا الحسين بن علي. فصاح بهم عمر بن سعد: ويلكم، أتدرون لمن تقاتلون؟ هذا ابن قتال العرب، هذا ابن الأنزع البطين. عند ذلك لما أيسوه من القدرة على الحسين صاح عمر بن سعد: انقسموا على الحسين أربعة فرق، فرقة بالنبال، وفرقة بالرماح، وفرقة بالسيوف، وفرقة بالحجارة. صاروا يضربون أبا عبد الله بالحجارة. عند ذلك أعيى الحسين الضاعف، استطاع أن يكشف الجيش ويصل إلى الماء، نزل إلى الماء ليشرب. شوف رواية وعبارة التاريخ: وقف الجواد ونزل الحسين، مد يديه ليشرب، وإذا بالفرس مد رأسه. نظر الحسين إليه قال: يا جواد، أأنت عطشان وأنا عطشان؟ فرفع الفرس رأسه كأنما فهم كلام أبي عبد الله. عند ذلك اغترف الحسين ليشرب، فجاءه سهم من الأعداء وقع على حلق أبي عبد الله، انتزعه الحسين ورمى الماء. واغترف ثالثة ليشرب، ناداه لعين من القوم: يا حسين، أتتلذذ بالماء وقد هتكت عائلتك؟ يعرفون غيرة الحسين. رمى الماء وأسرع إلى المخيم، وجد الخيام سالمة، ولكن هل استطاع الحسين أن يعود ثانية إلى الماء؟ ما استطاع. لذا حاول الحسين مرات عديدة، ما استطاع. أعياه الضعف والجراحات في كل بدنه، حتى يقول الإمام الصادق: لقد كانت الطعنة فوق الطعنة، والضربة فوق الضربة، والجرح فوق الجرح. وقف الحسين ليستريح، وإذا بلعين من القوم أخذ حجرا وضرب به الحسين، وقع الحجر على جبين أبي عبد الله فانشق جبينه. طرف رفع الحسين طرف ردائه وأراد أن يمسح الدم عن وجهه وعينيه، وإذا بسهم من الأعداء مثلث مسموم وقع على قلب أبي عبد الله. أين المنادي وحسين وإماما؟ هذا السهم ثبت في كبد الحسين وخرج من قفاه. أراد الحسين أن ينتزع ذلك السهم من موضعه ما تمكن، كلما أراد أن ينتزع السهم ما تمكن. يقول الراوي: انحنى الحسين على قربوس سرج فرسه وقال: بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله، وانتزع ذلك السهم من ظهره. قالوا: خرج مع ذلك السهم ثلثا كبد أبي عبد الله، وانبعث الدم كالميزاب. وضع يديه تحت الجرح، لما امتلأ الدماء رمى بها نحو السماء فلم ترجع ولا قطرة إلى الأرض. ثم وضع كفيه ثانية، لما امتلأ الدماء خضب لحيته الشريفة، ثم وضع يديه تحت الجرح، لما امتلأ الدماء خضب بها عمامته الشريفة وقال:
الحال هكذا أكون حتى ألقى جدي رسول الله وأنا مخضب بدمي. والحسين واقف ما استطاع أن يبقى على متن جواده وقد أعياه الضعف وهد قوى الحسين هذا السهم في كبده فما استطاع أن يبقى على متن الجواد بعد أكثر من ذلك حتى ما استطاع الحسين أن ينزل من على متن الجواد كما ينزل الفارس فأراد أن يرمي نفسه فمال إلى الجهة اليمنى ليسقط مال الجواد معه مال إلى الجهة اليسرى ليسقط مال الجواد معه عند ذلك قال الحسين يا جواد لا أستطيع البقاء على ظهرك دعني أسقط على وجه الأرض وإذا بالجواد كأنه فهم كلام الحسين ومد رجليه ويديه وأنزل الحسين برفق وليد صار الحسين على الأرض والدماء تشرب من جوارحه من جروحاته والحسين لا يستطيع أن ينهض فظن العدو أنها مكيدة من الحسين لذا بقي الحسين ساعة على الأرض ما استطاع أن ينوى منه أحد خوفا منه ظنوا أنهم أن الحسين قد صنع لهم مكيدة لكن عمر بن سعد لما رأى الحسين سقط نادى بقومه علي بهذا الجواد جواد الحسين فإنه من جياد خيل النبي ركبت الفرسان في طلبه فصار هذا الجواد يدافع عن نفسه يهرب من أمامهم يقدم بفمه يرمح بيديه ورجله حتى قتل منهم مقتله عند ذلك نادى عمر بن سعد دعوه لنرى ما يصنعه لما أمن من الطلب يعني هذا الجواد أمن من طلب العدو صار يتخطى القتلى قتيلا بعد قتيل لأنه صار بعيدا عن مصرع الحسين حتى وصل إلى مصرع أبي عبد الله صار يدور حول الحسين ويحمحم لما أيس من نهوض الحسين صار يجمع العنان وبقايا السيوف بفمه ويضعها في كف أبي عبد الله كأنه يقول سيدي قم ودافع عن بنات رسول الله فلما أيس من نهوض الحسين ماذا يصنع كيف يخبر العائلة قالوا انحنى لطخ وجهه وناصيته بدماء أبي عبد الله وأقبل نحو المخيم يصهل صهيلا عاليا ويحمحم سمعت زينب صهيل الجواد قالت يا سكينة قومي نستقبل أباك الحسين قد أقبل قامت سكينة تستقبل أباها وإذا بالجواد خال من راكبه وإذا بالجواد خال من الحسين والسرج عليه ملوي صاحت عم زينب والله لقد قتل أبي الحسين أين المنادي وحسينا هذا يوم النداء للحسين يلا يا شباب انصيح يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين الملائكة تصيح معنا اليوم يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين نعم نعم ما بطاع
تصنع. وإذا بالنساء خرجنا من الخيام والذعر في قلوبهن وأحطن بالجواد كالحلقة ينظرن إلى الجواد ما الذي جرى؟ السرج ملوي والدماء على وجهه وناصيته، الرباب سكينة، رملة ليلى زينب رقي، الجميع أحطن بالجواد كالحلقة ودموع الخيل على حوافرها. علمت زينب أن البلاء قد وقع، فمشى الجواد مشينا النساء خلفه حتى وصلنا إلى مصرع أبي عبد الله. جاءت زينب انحنت عنده، أخذت برأسه أو بصدره وضعته على صدرها، سندته وقالت: أخي بحق أبينا بحق جدنا رسول الله كلمني. ما أجاب. تعرف أنت حتى طبيا إذا الإنسان يعني أصيب بكبده بعد ما يستطيع حتى أن يتكلم، فالحسين ما استطاع أن يجيبها. قالت: أخي بحق جدنا رسول الله كلمني. ما أجاب. قالت: بحق أبينا علي كلمني. ما أجاب. قالت: أخي بحق أمنا فاطمة كلمني. هنا قصب عظيم على الحسين، فتح الحسين عينيه وقال: أخي زينب ارجعي إلى المخيم واحفظي لي العيال والأطفال، اتكل أخويا أنا بعيني لباري لك عيالك وبروحي لسكت لك أطفالك، والله يا حسين الموت لو يرضى بدالك ترانا نروح كل احنا فداياك. نعم رجعنا النساء إلى المخيم وبقي الحسين على هذه الحالة، وإذا برجل اسمه هلال بن نافع، هذا غير نافع ابن هلال اللي كان مع الحسين، هذا هلال ابن نافع في معسكر عمر بن سعد، يقول: سمعت الحسين يقول: اسقوني شربة من الماء. أخذت ركوة ونزلت إلى الماء لأسقي الحسين، ولما رجعت إلى الحسين وجدت المصيبة قد وقعت. الله أكبر. عند ذلك الحسين على الأرض يقبض يمينا يمد يسارا، بعد لا طاقة للحسين على الوقوف، وإذا بعمر بن سعد نادى: فتشوا في الجيش من يذبح الحسين. فأرسل رجلا ليذبح أبا عبد الله، فرمقه الحسين بطرفه، فرمى السيف وعاد. رحمة الله، رحمة الله على الشيخ عبد الوهاب الكاشي، وهذه كلماته أقرأها بين أيديكم وعلى طريقته رحمة الله عليه. فأرسل له رجلا آخر، فرمقه الحسين بطرفه، فرم السيف وعاد. وهكذا كلما أرسل واحدا، إلى أن صاح عمر بن سعد: فتشوا في الجيش على مسيحيا لا يعرف الحسين ولا يعرف جد الحسين. فتشوا في الجيش فوجدوا مسيحي. قال له عمر بن سعد: أخ النصارى، خذ سيفك وانزل إلى ذلك الصريع واذبحه واتني برأسه. وصل النصراني إلى الحسين، رمقه الحسين بطرفه، فرمى السيف وأراد أن يعود، أوقفه الحسين. قال: أخ النصارى، هل قرأت الإنجيل؟ قال: بلى. قال: هل قرأت السفر الفلاني؟ قال: بلى. قال: هل مررت بهذا الاسم الأول؟ قال: بلى. قال: أيها الأخ النصارى، ماذا تعرف عن هذا الاسم؟ قال: أعرف أنه شخص مقدس عند النصارى. قال: أخ النصارى، وهل قرأت السفر الفلاني؟ قال: بلى. قال: هل مررت بهذا الاسم؟ قال: نعم. قال: أتدري من هو؟ قال: لا، ولكن أعرف أنه شخص تحبه النصارى. قال: أخ النصارى، وهل قرأت هذا السفر الثالث؟ قال: نعم. قال: هل مررت بهذا الاسم؟ قال: نعم. قال: أتدري من هو؟
قال لا ولكن أعرف أنه شخص تمجده النصارى. قال أخا النصارى أما الاسم الأول فهو اسم جدي رسول الله، وأما الاسم الثاني فهو اسم أبي أمير المؤمنين علي، وأما الاسم الثالث فهو اسم أمي فاطمة. قال المسيحي سيدي إذن أنت ابن بنت محمد؟ قال بلى. قال مد يدك، أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال الحسين إذن خذ سيفك ودافع عن بنات رسول الله. يا وهكذا حتى بقي الحسين على الأرض وأغر به العطائش وأغرت به الجراحات، ولم يتجرأ أحد على ذبح الحسين، إلى أن جاءت زينب وقالت يا ابن سعد أما فيكم مسلم؟ أهكذا يصنع بأخي الحسين وأنت حاضر وهو ابن بنت رسول الله؟ فبكى اللعين وأدار وجهه وقال انزلوا للحسين وأريحوه. فتولى الأمر اللعين شمر بن ذي الجوشن وقال أنا أنزل إلى الحسين. نزل الشمر إلى الحسين وزينب عنده. أجركم الله يا جماعة، الآن لحظة المصيبة، الآن ساعة الأمن، الآن السماوات تتغير، الآن الملائكة تبكي. وإذا بالشمر وضع الرمح بين كتفي زينب وقال تضحي عنه يا زينب. قالوا وقعت زينب مغمى عليها وقعد الشمر اللعين في صدر أبي عبد الله وضرب هامة الحسين 12 ضربة ورفع الحسين بشعره واحتز رأس الحسين من القفا. رحم الله من نادى وحسينا وسيدا. هذا صوت العاشر، أين المنادي يا حسين يا زهر يا علي يا محمد يا فاطمة؟ هكذا وإذا بالشمر اللعين يفصل رأس الحسين عن بدنه ويحمل الرأس على رمح. استيقظت زينب تنظر إلى الحسين وإذا هو جسد بلا رأس. تغيرت السماوات والأرض وأقبلت زينب تجمع الخيام تجمع الأيتام. اجت إلى خيمة الإمام زين العابدين زين العابدين. قال عم ارفعي لي طرف الخيمة. رفعت طرف الخيمة. قال عم عظم الله لك الأجر بأبي الحسين. توجهت زينب نحو المدينة إلى جدها تقول له يا جدي يا جدي قوم هذا حسين مذبوح على الشاطئ وعلى التربان مطروح. والله يا جدي مات ما حد وقف دونه ولا نخار غمض له عيونه. والله يعالج وحده او من خطف لونه ولا واحد بحلقه ما يقطر. عند ذلك نادى عمر بن سعد إلي بمشعل وأقبل نحو مخيم النساء وبدأ يحرق الخيام. وفرت النساء في البراري على وجهها
زينب تخاطب أمها الزهراء تقلها يمه والأصعب مصيبة شفت بعيون الشمس يذبح حسيني وإلى وإمامه يما والأصعب مصيبة شفت بعيون الشمر يذبح حسيني وخلى فوق الرمح راسه وخيل يسحق على الصدور عمي يا عيني خيل ورجال اعتنوني أو حرقوا بذاك الجمور كل صواويني وانا صيح ودمعي يجري راح من عند الخدير يما عينيني يما شتموني يما ضربوني يما شتموني يما ضربوني لا كفيل ولا خدر وانا يضربني الشمر يما اسمع هذا اليوم لسيد الشهداء اسمع هذه اللحظة لسيد الشهداء كل ما ينسى المظلوم برض الغضرية من كربلاء لليوم عبرة تجرية ما ينسى المظلوم برض الغضرية من كربلاء لليوم عبرة تجرية لجل الصبت وعياله منصوب عذاب هالحالة لجل الصبت وعياله ننصب عذاب هالحالة من كربلاء لليوم عبرة تجرية من كربلاء لليوم عبرة تجرية قصة ذبيح ابني النبي ما تنسى صورتها صورة حزن صورة ألم حر الشمس ورتها ألف وتسعمية جريح ألف وتسعمية جريح السيوف الغدير جرحتها وزينب توين حناتها ضرب واخت انقتب عضاتها زينب توين حناتها ضرب واخت انقتب عضاتها قصة حزن ولا هالقصة عجيبة تفجعنا في كل عام الله اش مصيبة من سيح قتال خيالة ننصب عذاب هالحالة من سيح قتال خيالة ننصب عذاب هالحالة من كربلاء لليوم عبرة تجرية من كربلاء لليوم عبرة تجرية يلا أحبتي نريد نرطم على صدرنا هذا اليوم نرجع للقصيدة الأولى نقل له حسين 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 يلا جميعا حسين 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 نوحي على الأولاد يا زهر الحزينة في كربلاء واحد وواحد بالمدينة نوحي على الأولاد يا زهر الحزينة في كربلاء واحد وواحد بالمدينة
وتفرقوا عنك وصار الشميل تبديد، واحد منك عدا قضى واحد من يزيد، واحد دفن عندك وواحد عنك بعيد، قبر الحسن يمك وقبر حسين وانا حسين حسين بعد حسين ايه حسين 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 دهر رماني بالرزايا بكل غالية، وشتت ولادي عن يميني وعن شمالي، وما اشوف ساعة من الحزن مرتاح بالي، واصعب علي لون الناعي على حسين 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 اشوف الصوت خافض حسين حسين لا تحسبوني للرضا في طوص ما جيت ولا الى بغداد ما رحت وتعنيت كلهم عليهم نوحت والجيب شقيت وصعب علي لون عناعي على حسين 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 منهم في سامراء ومنهم في خراسان منهم بريض طيبة ومنهم بريض كوفان واصعب علي مصيبتي من ذبيح عطشان يا حسيني وين اللي يساعدني على حسين حسين يا الله حسين اخواني بارك الله بكم اطلب منكم طلب قبل المغادرة راح اقرأ الدعاء بشكل سريع بس ما واحد يترك المجلس لان اريد منكم اليوم ان تخرجوا من هذا المجلس خروج حسيني بطريقة حسيني دعاء دقيقة ارفعوا ايديكم الى الله اللهم يا حميد بحق محمد يا عالي بحق علي يا فاطر بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا قديم الاحسان بحق الحسين سيدي هذا يوم الحسين اللهم بحق الحسين وعطش الحسين وغربة الحسين كل من أوصاني بالدعاء طيلة الليالي العشرة وطيلة الأيام إلهي من علينا بقضاء حوائجنا بهذا اليوم اليوم العزيز عند الله من علينا بقضاء حوائجنا شفاء مرضانا لما عندهم أولاد الله يرزقهم بحق فاطمة بنت رسول الله إلهي انصرنا على عدونا ثبت أقدامنا اللهم أعد علينا هذه المجالس المباركة في كل عام ونكون جميعا على قيد الحياة يا الله هذه المجالس هي رصيدنا يا أحبة هي رصيدنا في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله بارك الله بكم جميعا اللهم ارحم أمواتنا شهداءنا هذا اليوم المبارك أيضا هذا اليوم المحزن وهو مبارك عند الله لأنه فيه اسم الحسين رد علينا سماحة الإمام المغيب القائد السيد موسى الصدر في مثل هذا اليوم اللهم وفقنا لكل عام ولكل مجالس الحسين إلهي ارحم شهداءنا شهداء المؤمنين المسلمين جميعا العلماء الأخوة الحاضرين الخطباء جميعا اللهم وفقهم لما تحب وترضى إلى أرواحهم ثواب الفاتحة مع الصلوات ولا تقوموا من مكانكم